بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. التوبة المقبولة. يقول الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، إلى آخر آية. إذن الشيطان لا ينبغي أن يضر مؤمنا ليسوف ويقول إن شاء الله بتوب، إن شاء الله بتوب، ويستمر على المعاصي، فقد يأتيه الموت وهو غير تائب. ولكن إذا تاب قبل الموت تقبل توبته. ثم إن المؤمن عندما يقع في المعصية لا يصر عليها، يقع فيها عن جهالة. إنما التوبة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى على الله، يعني التي يقبلها الله سبحانه وتعالى للذين يعملون السوء بجهالة، أي متلبسين بجهالة وليسوا مصرين. ووردت في الآية الأخرى وفي الآية الأخرى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الضعف النفسي والضعف البشري، قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، وجاء في رواية وفي الأثر ضعيفا من قبل النساء، يعني قد يقع في خطأ جسيم أو بسيط ولا يملك نفسه لأن خلقته ضعيف. الله تبارك وتعالى خلق الشهوة إلى المال والشهوة إلى الجنس قوية جدا حتى يتحمل الإنسان تبعاتها ويتعب من أجلها ويبذل الجهد. فهذه الشدة في الشهوة وفي الغريزة تجعله ضعيفا، فإذا وقع زلت قدمه ووقع في معصية كبيرة أو صغيرة فإن الله سبحانه وتعالى لا يغلق باب التوبة إلا إذا جاء ملك الموت. لذلك قال تعالى: ثم يتوبون من قريب. قال عدد من الصحابة: يتوبون من قريب، أي قبل مجيء الموت، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبتهم. وكان الله عليما بأحوال عباده، حكيما بالتوبة لمن تاب عن معاصيه. إذن كلمة يتوبون من قريب أي قبل الموت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. عندما يأتيه الملك، ملك الموت، فيبدأ بالغرغرة، مجرد ما يشوف ملك الموت لا تقبل توبته إذا تاب، لأن هذه توبة مضطر. كل الناس يتوبون عندما يروا القضية حق، وجاءت سكرة الموت بالحق، بصر بصير حديد، يرى ما لا يراه الناس. ولذلك فرعون الذي قال بعض الأشخاص أنه في الجنة وأخطأوا لأنهم لا يفهمون القرآن فيكذبون رسول الله تبارك وتعالى، عندما أدركه الغرق شاف ملك الموت بده يموت، قال: آمنت برب موسى وهارون، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. رد الله إيمانه فقال: الآن وقد عصيت. الله لما أجى ملك الموت صار زين، كان قبل شوي على الأقل لا تنزل وراهم لتقتلهم لتفتك بهم، لقد فتكت ورطشت في نفسك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، السيئات أي المعاصي، ويصرون عليها، صغائر كانت أو كبائر، يصرون عليها يعني يسوفون في توبتهم إلى زوال حال التكليف عندما يأتي ملك الموت. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لن تقبل توبته عند الموت. ولا الذين يموتون وهم كفار، إذا استمر على الكفر، لأن بعض الناس يظنون أن المعصية الله توب علينا ما على شيء، حتى بعض الناس يسول له نفسه أنه ربنا يعذبنا فترة وبعدين طلعنا إلى الجنة.
هذا إذا كان غير مستحل، فإذا استحل المعاصي التي ثبتت في القرآن والسنة، إذا استحلها وأصر عليها والعياذ بالله تعالى، يكون مشركا، يطيع غير الله، يطيع أهواءه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أما إذا وقع في معصية زلة قدم وضعفا نفسيا، وهو يعلم أنه حرام ويحاول أن يتخلص من هذه المعصية بالتوبة والرجوع إلى الله قبل أن يدرك الموت، هذا ممكن أن يتوب الله عليه. أما إذا استمر على ذلك واستحل المعاصي فقد كفر، فإذا أدركه الموت وهو كافر سيكون خالدا في جهنم. قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا. كفار من كل أنواع الكفر، الجاحدون لله، الجاحدون لأوامر الله، لكتاب الله، المنكرون لتطبيق أحكام الله، كل هؤلاء الكفار هيأ الله لهم، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما مؤلما. وكلمة أليم يمكن ذكرت وعلقت عليها سابقا وأعلق أيضا بنصف دقيقة أو ربع. أحد الأشخاص ممن يظن فيه الناس النفاق والعياذ بالله تعالى، كان يسهل عليهم المعاصي ويخطب في خطبته ويقول لهم أهل النار عندما يدخلون النار بعد فترة يتلذذون بحرق النار ويريدون أن لا يخرجوا منها. كذبة، قال لأن الألم يزول عنهم، اعتادوا عليه. لا يعتادون عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال عذابا أليما وقال مؤلما، والرب سبحانه وتعالى قال في سورة أخرى وفي آية أخرى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وهذه معجزة، لأن الألم في الأعصاب في الجلود، فعندما تتبدل تحترق الجلود يزول الألم، ثم تعود الجلود من جديد ليستمتع بهذا الألم كما سيستمتع منه هذا الإنسان الذي يتكلم هذا الكلام إن لم يتوب ويرجع إلى الله ويوحد الله وتكون طاعته لله وحده لا شريك له. والحمد لله رب العالمين.